بابا لك بابا مش هبلعك بابا لك. هذه السنة في أولى طبعتها بتنظيم مائدة رمضان لإفطار عابر السبيل، وإضافة لإفطار عابر السبيل هذا العام تم في إعداد وجبة محمولة لفئة الأرامل والأيتام، تكفل بها الجمعية بإيصالها من بداية اليوم إلى غاية نهاية هذا الشهر الفاضل إن شاء الله. كذلك في وجبة محمولة تصل إلى المعوزين الأكثر حاجة. في اليوم 17 من شهر الرحمن رسالة نوجهها كجمعية خيرية للعين الكافي من اليتيم للسادة المشاهدين والمشاهدات، لما لا نتشارك الأجر؟ لما لا نتشارك جميعنا أجر إفطار الصائم؟ أجر إفطار الصائم هو نفس الأجر الذي يناله ذاك الصائم، يعني أنت كتوكلوك بنفس الأجر تاعو. نتشارك جميعا في هذا الأجر والثواب والجزاء إن شاء الله إن شاء الله. هناك مجموعة ما شاء الله من الشباب يسهر على إفطار هؤلاء الصائمين القاصدين من مختلف المناطق. احنا الشيء اللي نتمناه انه الناس تجي تساهم في هذا المطعم ولو بشيء قليل حتى تستمر هذه المبادرات الخيريه. نشكر الجمعيه تاعنا كفيله اليتيم، من بعد حنايا رانا ندير في وجه الله ونعاونوا في خاوتنا تاع الجمعيه، ونطلبوا من المحسنين ثاني يعاونونا في وجه الله. حنا نخدموا في وجه الله وما يعاوننا في وجه الله. هذه المائده كاين محسنين، كاين المساكين راهم يجوا هنايا يفطروا هنايا، والعابر السبيل كذلك راهم يجوا هنايا يفطروا، ونشكرهم ونشكروا هذا الانسان اللي فتح لنا هذا الاسطوره تاعو، ونشكروا الطباخ فانكينا اللي راه معانا من اول رمضان الى نهايه رمضان. واركم وربي يشجيكم، ربي يبعد عليكم ولاد الحرام والظلام، حاضرين ناظرين ان شاء الله. انا صايم رمضان من اللي بدا، واليوم جيت نشوف بابا كيف راهو يدير ونتعلم منه ونفطر معاه. اوكسيومتر اس بي 100 مقياس الاكسجين والنبض باستخدام الاصبع، ضروري خاصه لمرضى الكوفيد 19. شاشه كبيره لقراءه سهله ومريحه، العلامة السويسرية، متوفر في جميع الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية. دي ام سي ام المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي او زر صفحتنا على الفيسبوك